هو ممكن انزل؟ تروحي فين يا بيبي؟ عايزه انزل مع نادين، انا مخنوقه. الله، أبو مالك لو أبوز كان إيه؟ غلطتي، اتعاقبتي وخلصنا، في إيه؟ غلطت، عملت ايه؟ أنتِ عارفة أنتِ عملتي إيه؟ وأنتِ عارفة إن أنا عارف إنك عارفة عملتي إيه؟ من غير رغي بقى واستقبال. فردي وشك عشان أخوك على الطريق تطلع دلوقتي حالا. الأماكن كلها مشتاقة لك يا كبير. شمالك؟ اقعد اقعد. إزيك يا عماد؟ الحمد لله رب العالمين. إزيك يا قلبي، عاملة إيه؟ أخبارك إيه؟ زي ما انت شايف زي القمر كالعادة. وحياة تيتا يا مسيو عادل، عدد نجوم السماء وحشتني. تيتا؟ طمنا على الشغل. زي الفل يا باشا. مصنع حديد عامل ايه؟ في الطالع. انا عايز ارقام توجيهاتك يا باشا. وايه الدوشه اللي كانت امبارح في الاوتيل؟ كان في دوشه وزحمه كده، ده ايه؟ ولا كان فرح ولا ايه بالظبط؟ ده نسبة إشغال فوق 70% يا مسيو عابد. تتكلم بجد؟ امسك الخشب مسيو عابد. الحمد لله والشكر لله. طيب آخد المكالمة دي وأرجع له. اتفضل يا علامة، اتفضل. اتفضل اتفضل اتفضل. ألو. ازيك يا قلبي، عاملة إيه؟ ما تسأليش عليا ليه؟ الاستهبال اللي انت فيه ده، هو انت مش شايف وشي؟ ايه؟ زي القمر كالعادة. انا جعان، هاكل، تاكلي معايا؟ عماد، عابد بيضربني وخبطني في الازاز، انا كان هيغمى عليا امبارح. اغمى عليكي؟ يبقى عملتي حاجة غلط، زعلتي منك قوي. هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ أنا خلاص ما بقتش مستحملة، أنا بتضرب طول الوقت وبتشتم أنا وأهلي اللي هم أهلك. مش ما بتزقش يا غزل، كلنا بنشتم. أنت ممكن تكوني ماشية في الشارع يجي واحد ملوش ثلاثة لازم يشتمك ويطلع يجري، إيه يعني؟ إنما أنت بقى بيشتمك حابب بيه تيمور. ده فقر والله. والله أنت ما عندك دم وقليل الذوق عشان ده يبقى ردك. ما تفوقي لنفسك بقى. انت فاكره نفسك مين ولا فاكره احنا مين؟ انت المفروض تحمدي ربنا وتقعدي على السجاده صبح وليل تشكري ربنا على نور. احنا انه بعت لنا عابد بيه يخرجنا من الوحله اللي كنا فيها. ولا انت عايزه ترجعي تستني هدوم جيرانك تضيق عليهم عشان يشحدوها لك؟ فوقي لنفسك يا ماما. القرف بقى صافي، ملهاش عين ولا تراب. عودي نفسك انك تعيشي على قدك، اخوك مش مليونير. صباح الخير. ايه؟ عامله مشاكل ليه؟ مفيش، ماما بس محسساني ان احنا مش لاقيين ناكل. انا قلت كده؟ انا كل اللي قلته نظموا نفسكم شويه. تلاقيش مستوره الحمد لله، بس ماما عندها حق. شوفي انت بس شوفك اللي انت عايزاه ده بكام وانا تحت امرك. شكرا يا باشا. شفتي؟ الموضوع طلع سهل اهو. انا هخش اكمل لبس بقى. يلا. شفت؟ افتكرتها سهله. معلش يا ماما، لازم حد فينا يشد والتاني يرخي. بس على طول انا اللي بتشد وانت اللي بتدلع. انا كمان عايزه ادلع. دلعيها براحتك، مفيش مشكله. بعدين انت امها، يعني لو قطعتيها مليون حته هتفضل تحبك برضه. لكن انا اخوها كبير وظابط، لازم برضه ادلعها شويه. يلا خطير بقى عشان عندي شغل. عايزه مني حاجه؟ سلامتك يا حبيبي، خلي بالك من نفسك عشان خاطري. تلاقيش تيجي بالسلامة. لو عاوزت حاجة كلميني. يلا.
اصلا ما فيش داعي تنزلي وتستفزي زياده. بقول لك ايه، انا مش طايقه اقعد في وشه، وبعدين هو مش فارق له اقعد انزل، مش من حبه فيا يعني. نديم بتتصل، اسمعي كلامي بلاش تنزلي. ايه يا نديم، بقول لك انا مش هقدر اجي، انا هروح لماما. ماشي يا حبيبتي، باي باي. ايه يا قلبي؟ ايه يا حياتي؟ لا يا قلبي فضيلك طبعا. حبيبتي فاضية بس وانتي عارفة يعني. حبيبي انت الكل في الكل، هجيلك طبعا. بس خليني اقفل معاكي دلوقتي عشان علي خارج جوه مامته من الحضانة وارجع اكلمك تاني، اوكي؟ يلا باي 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 باي. ابو علي ابو علي ابو علي الجنان. ازيك يا بروف؟ كويس، انت عامل ايه؟ انت عامل ايه؟ انتوا بيعلموكوا ايه بس يا ابني؟ اسمع حضرتك يا حبيبي، ايه اتاخرتوا فين كل ده؟ بسال مدرسين عليه. بتسالي مدرسين عليه؟ هو في تانية ثانوي يا ستي. هو الفستان ده مش شفاف شويه؟ هو ايه ده؟ شفاف؟ فين ده؟ انت بس بتحب تنتقدني والسلام. بقى شفاف؟ ما تكشريش في وشي كده عشان تخوفيني اتكلم. انا معذور برضو. يعني ايه معذور؟ مش فاهمه. ساعات بحس كده انك بتحني لايام زمان، للبس زمان، يعني كده. اللي يسمع كده يقول اني زمان كنت بعمل حاجه وحشه. هو انا كنت بعمل ايه زمان؟ انا كنت مغنيه على فكره. في بار. يعني بتلبسي اللي يلائم زباين الاماكن، قصير مفتوح الحاجات دي يعني. لما هو حاجه وحشه كده حفيت ورايا ليه عشان تتجوزني؟ ها؟ عشان انتي بنت ناس يا هويدا. انا ما اقدرش اسيبك في الجو الرخيص ده. طب اطلع وصلني وانت سكت. وانا اكل، لازم ناكل كويس عشان نبقى شطار. ماشي يا سندس؟ يا بابا فين الطوع اللي بيجي ياكل اكل؟ ياكل اكلك ازاي؟ ما بعملش كده. لا بتعمل كده. بس انا بقول له لا، بس هو بيزقني وبياخد اكل. هو بيحصل مع ان بيبقى قدامه من نفس الاكل اللي في طبقه. خد جد عليا، قرب هنا تعالى.